الفنان يحيى شاهين اللي كان لقبه السيد السينما المصرية قدم مسرحيات كتير في بدايته لحد ما وصل للسينما، وكان أول دور ليه في السينما كان قدام كوكب الشرق أم كلثوم، ورشحته بعدها في فيلم سلامة اللي كان تاني فيلم ليه بعد اعتذار حسين صدقي عنه. في تصوير الفيلم اتفاجئ بأم كلثوم قاعدة بتفطر معاه وسألته عن أجره في الفيلم اللي كان وقتها 150 جنيه، واتضايقت لما سمعت الموضوع ده، طلبت من المنتج إن ياخد نفس أجر حسين صدقي كان 600 جنيه ساعتها عشان تكمل تصوير الفيلم. ده كان موقف منها ما انساهوش يحيى شاهين أبدا. بعدها عمل أفلام كتير ولمع نجمه في السينما، اتجوز في سن كبير من امرأة مجرية وخلف منها بنتين، بسبب الخلافات انفصلوا واخدت البنتين وسافر، جاله اكتئاب حاد بعد ما سافر، لكن بعدها اتجوز من مشيرة عبد المنعم وخلف منها بنته داليا اللي فضلت معاه لحد ما توفى، وتوفى في سنة 94 وكان عمره 76 سنة.